من الناس اللي كتبوا مهما كان هم هو يقول خوارج ماشي بس تسويات لكن أصل في مقال يقول أحمد أمين في ضحى الإسلام يقول لقد كان في الخوارج كل العناصر التي تكبر الأدب عقيدة راسخة لا تزعزعها الأحداث وتحمس شديد لها تهون بجانبه الأرواح والأموال وصراحة في القول والعمل لا تخشى بأسا ولا تهرب أحدا وديمقراطية حقا لا ترى الأمير إلا كأحدهم ولا العظيم إلا خادمه ورسم الطريق الذي ينبغي أن يسلكوه رسما مستقيما واضحا لا عوج فيه ولا غموض يجب أن يعدل الخليفة والأمراء وإلا يقاتلوا حتى يقتلوا ويجب أن يسير المسلمون كلهم حسب نصوص الكتاب والسنة من غير أن ينحرفوا عن قيد شعره وإلا يقاتلوا ليحل المحل المسلمون مخلصون طاهرون ويجب أن يعين الحق كما هو ويشخص كما هو ويبين كما هو على طريقة عمر بن الخطاب لا على طريقة عمرو بن العاص ووراء ذلك كله نفوس بدوية غالبا فيها كل استعداد للقول وفصاحة في اللسان وسرعة في البديهة وفيها كل ما نعهده في البدوي من قدرة على أداء المعنى بأوجز عبارة وقوة من ها هنا نرى الخارجي قد اجتمعته العاطفة القروية والأداة الصالحة للتعبير عنها وذلك الذي جعل لأدبهم لونا يخالف لون الأدب الشيعي والأدب المعتزلي أدب المعتزلة أدب فلسفي فيه عنصر المعاني أغلب وأقوى أما أدب الشيعة فأدب باكن أو أدب حزين على فقدان الحق أو على أن لم توضع الخلافة موضعها أما أدب الخوارج فأدب القوة أدب الاستماتة في طلب الحق ونشره وفي بعض الأهل الأحيان أدب غضبان ولكنه ليس من جنس غضب الشيعة فالشيعة يغضبون لشخص أو لأشخاص أما الخوارج فيغضبون للإسلام والعقيدة فليغضبون للإسلام والعقيدة عامة بقطع النظر عن الأشخاص وهم وإن نظروا إلى الأشخاص هذا كلام فارغ وهم وإن نظروا إلى الأشخاص في ضوء العقيدة لا كما يفعل غيرهم من النظر إلى العقيدة في ضوء الأشخاص وهم وإن نظروا إلى العقيدة إلى الأشخاص في ضوء العقيدة لا كما يفعل غيرهم من النظر إلى العقيدة في ضوء الأشخاص وقد يرثون ويبكون ولكنهم حتى في رثائهم وبكائهم أقوياء يذرفون الدمع ليسفك الدم ويؤبنون المفقود يرسم المثل الأعلى للمولود ويبكون الميت ليتشجع الحي لا يعرفون هزلا في الحياة فلا يعرفون هزلا في الأدب لا يعرفون خبرا ولا بلونا فلا نجد في أدبهم خبرا ولا بلونا وإنما يعرفون الجهاد والتقية القاسية التي تخرج أولادا من جباء لا يحرصون على الحياة ولا يكرهون الموت وكذلك كان أدبهم.